السلام عليكم امي كاستغ، مرحبا بكم مره اخرى في ماي شانل. مرحبا وهي ناري. بعد ما درت تحدي اني نحول نفسي جيمس شارلز، سولتكم قلت لكم شكون اللي تبغوا تشوفوا من التحدي ولا موراه. قلت لكم ما كيهمني حتى حاجه، ما كيهمني لا اللون ديال الانسان، ما كيهمني لا الجنس ديالو واش ذكر ولا انثى، ما كيهمني لا العمر ديالو ولا حتى حاجه. اي حاجه قولوها لي لتحت اللي عجبكم تحداوني به، ونديروا لكم ان شاء الله في الفيديو الجاي. اكثر اقتراحات اللي جاوني هما جوج، جاني جيفري ستار ودنيا بطن. اه يا ناري خلاص دنيا بطن، اه يا ناري. طبعا الحال قلت وفكرت وعاود فكرت وعاود فكرت واش نديروا، لان عارفين بحال هاد المواضيع هادي كتكون حساسه بزاف، وما بغيتش الحساسيه سيرتو عندي في لي كومونتير، حقاش يصدقوا معايرين ولا عايروني. المهم الروينه، فقلت مع راسي بما انني حولت اخر مره راسي لجيمس شارلز فخصنا نبدلو شي حاجه، ما خصناش نبقاو غير في الاوروبيين في الغرب وداكشي، خصنا شي حاجه مغربيه حره. ولا كنا كنتكلموا على المغربيين حرين فغادي نتكلموا على دنيا باطمو، بما انه جا في الاقتراح فخصني نديرها ناري قفرتها. فضروري كان عليا نسولكم في الانستغرام، سولتكم كامل في الانستغرام الناس اللي عندي، العائله اللي عندي، ديديكاس كيما ديما. قلت لكم الا حولت نفسي لدنيا باطمو شنو غادي تقولوا، وهذه هي رده الفعل. واه يا ناري، واه يا ناري. المهم شكرا بزاف كاع اللي شجعني وما جاش ضد الفكره، لان كاينين بزاف اللي غادي في هذا الفيديو هذا وفي هذه اللقطه هذا اللي غادي يديروا دابا دابا وما داروا ديزلايك، داروا ديزلايك وهبط لتحت وكيعايروا فيا. عقلوا عقلوا، فعافاكم الا نتوما ضد الفكره ما تفرجوش، ديروا بوز وخرجوا، ما كاينلاش تعطيو السلبيه اكثر، العالم فيه السلبيه الكفايه، ما تحتاجوش تزيدوا السلبيه ديالكم. فبالنسبه لي انا علاش كندير التحديات هادو وعلاش عندي الجرأة انني ندير التحديات، لان بالنسبه لي انا هادشي مجرد فن، وجهي واحد الطابلو ياكو غادي نرسم فيه واحد الشخصيه، من بعد غادي نشد ديك الشخصيه وغادي نمسحها عاوتاني من وجهي. عندي هنا من اخر تصاور ديال دنيا باطمو كاع البروفايل ديالها كاع الجوايح تقريبا، وعندي بالماكياج وعندي بلا ماكياج، درت حتى بلا ماكياج تقريبا، ميك اب نو ميك اب، باش نشوفوا كاع التضاريس ديال الوجه. دابا ها العار يقولوا لي واش من هذا يولي هكا، امبوسيبل، ميمكنش ميمكنش. ياكو قولوا لي تحت في لي كومونتير شنو كتوقعوا من دابا، شنو كتوقعوا واش غادي يجيبوا ولا ما يجيبهاش. انا قلت يمكن ما نعرف، خصني نثق في راسي ولكن ما نعرف. في الفيديو ديال جيمس شارلز كنت وريتكم كيفاش كنحيد الحجبان وكنحيد التضاريس ديال وجهي كاملين، الطبقه الاولى ديال فون دو تار، غادي نديرها اوف كاميرا باش نربح الوقت ونرجع. نخلي لكم تحت في صندوق ديسكريبشن الا بغيتو تشوفوا الفيديو، غادي نديرها اوف كاميرا ونرجع. ولا بغيتو تعرفوا كيفاش غادي نولي داير بحال هكا خليكم معنا. اه يا ناري. بيضة بيضة محتارة. رجعنا، مشيت طيحت عليا السر ورجعت، استعملت الفوندوتان ديال ميبلين 24 اورز وخلطته مع واتين وايلد بيوتي، درت لا كولور شويه غامقه شويه برونزيه باش ما بقاش بيض. دنيا باطمو شويه البشره ديالها غاد الباج، ومع دابا الصيف بغيت نبرونزيها شويه، معليش من بعد نديروا الكونسيلر نرجعوها شويه بيوضيه. عرفتوا بعض المرات شي حاجه كتبغوا ديروها وما كتبغيش نهائيا تصدق معاكم، وهذا النهار داكشي اللي طرا لي الحجبان، ولكن ماشي مشكل، الا كيطرا لكم بحال هاد الاغلاط هادو ماشي مشكل، عرفوا كيفاش تتعاملوا معاه، من بعد غادي نحاول نقي ونصايب ونشوف. الحجبان ما جاوش من فينين كيما نظاري، ولكن ماشي مشكل. غادي نبدا بالكونتور ديال وجهي. دنيا باطمو وجهها مربع ومن هنا مثلث، من هاد البلاصه اللي صعيبه، هاد البلاصه باش نخبيها اللي صعيبه، ماشي مشكل، غادي نشوفوا كيفاش نبداو. باول حاجه هو كونتور انستازيا بيفرلي هيز من امريكان شوباي حيت، نخلي لكم تحت الانستغرام ديالها بغيتو تاخذوه. غادي ناخذ لي كولور اللي لتحت، نبداو من احسن الكولور اللي اندرتهم يكون غادي الكري باش يعطينا ليفي ديال الظل. بعدا ناخذ بانسو مودا براشز، غنخلي لكم تحت اللانك ديالهم، تقدروا ديروا كود امين يحيد لكم ناقص 15%، يحيد لكم ياه ناري الله يستر. غادي نبداو دابا، غادي نحاولوا نربعوا الوجه، غادي نمشيو من هنا ونعودو بحال هكا. هنا بغينا ملي نشوفو فاصل يحاول هاد الحدادة ديال الكونتور يبان لينا باش يتلت لينا الفك ديالنا، نتلتو ونزيدو لقدام بحال هكا، نزيدو لقدام نصغرو ونتلتو منخليهش كبير. هانتوما لاحظوا الفرق ما بين هنا وهنا، غندير هاد النص هذا من بعد النص الآخر. واو ناري ناري ناري.
الكونتور ديال الخد هو اللي كنحاولوا ندمجوا الاطراف ديالو غير بشويه لتحت، غادي نخليوه حاد باش يبين لينا التضاريس ديال الوجه. الا جينا ندمجوا هذا الخط هذا ما غاديش يبين لينا الفك حاد وصحيح. هنا في هذه الجهه هذه عند الدنيا صغيره نحاولوا نصغروها بحال الطريقه من الاطراف ديال الشعر ندمجوا لقدام بهذه الطريقه. بيان سور الجبهه اللي عندي انا ماشي بحال اللي عند الدنيا، غادي نحاول نصغرها مزيان، نحيد النص ديالها، النص ديالها نحيدو بها حركه دائريه الطريقه حتى اللي الجبهه ديالو مربع بغي يدور يدير الطريقه هذه. لاحظتوا هنا كيفاش ما مندموش مزيان، غادي نبدلو بانسو ديما الا طرالكم نفس المشكل، بدلو بانسو ودمجوه يكون نقي ودمجوه خفيف بحال هكا ايطابي، ومتجروش متجرش باش متخسروش الخضر بحال هكا صافي. شوف لاحظتوا كيفاش تدمج. دابا بحال اللي درنا غير الضل، غير رسمنا الوجه، من بعد عاد نديرو الهايلايت الوجه وكلشي، غادي ندير النص الاخر اوف كاميرا الضل، ما عرفتش بالكم شويه الفرق ولا لا، ونرجع محاجبه ليا فيها انا محال. فوق ما كنبدا بحال هكا كيبان ليا كريستيانو ما عرفتش علاش. خوت هادشي صعيب والله الا صعيب، ما لا ما يا المهم لا مازال خصنا نديرو الهايلايت وداكشي كامل ولا غادي يوضح لينا يمكن كثر. دابا غادي ناخذ هاد البانسو هذا غادي نديرو به كونتور الانف. دابا النيف، النيف اهم حاجه، النيف عاطي للدنيا شخصيه كبيره بزاف واخا نيفانين. دابا غادي نتخيلو حجباننا نجيبوه هنا، حجبان هنا ونهود. هاد الطريقه هادي اللي نيفو عريض بحال نيفي، جبد الكونتور من لي من برات النيف باش هاد البلاصه هاد المنطقه صغار، ومنين صغروها من هاد البلاصه نزيدوه لقدام، نتبعو بحال نتبعو الثقبه ديال النيف ديالنا ونزيدوه لقدام. هنا لي كولور بغيت نحافظ عليهم جديدين، ما غاديش نحاول ندمجو بزاف، نخليه باين. دابا غادي ناخذو لا كولور الهايلايت باش نديرو الهايلايت النيف ونقيو اكثر. ناري كنظن النيف هو اصعب مرحله، لحقاش انا النيف مبدل نهائيا على النيف ديال الدنيا، هي نيف ضيق وهاو لقدام، انا النيف عريض وطالع الله يستر. ناخذ بيوتي بلندر ديال مود براش، ما تنساوش ناقص 5% الا درتو كود امن، وغادي نحاول نطبقيه بشويه باش ما نخسروش ليفي. دابا غادي نديرو الهايلايت الوجه كيما درنا هنايا بهاد الطريقة هادي، برزنا الخد وبرزت الفك وهنايا، دابا غادي نديروه. الوجه عريض ولا مدور وبغيت تلتو يمشي بهاد الطريقة هادي، يمشي من التحت يبقى غادي هاكا بحال مثلث هاكا، هاو لتحت ميمشيش عرضين، يمشي خطوط هاكا. هي عند الحنيكات نحاولو نبرزوهم. سمحوا لي ما هضرتش بزاف في هذا الفيديو هذا، سمحوا لي اني مكونسونطري باغي نجيبو، عرفتي باغي نجيبها. دابا نبرزو الخد، دابا غادي ناخذ كونسيلر من ميسو دو ميلانو، غادي نحاول نغطي به كاع لي سير اللي باقي ليا ولا شي حاجه. هذا راه كولور ديالو دافي، نحاول ندير به الهايلايت للوجه، البلايص اللي بغيتهم يكون فيهم هايلايت، يكون فيهم اضاءه هنا. كاميرا تطفات وشي حاجه جديده لا
صبروا عليا قبلوا عليا واخا واخا بحال هكا. خديت بانسو بحال هكا ديال الحجبان وخدمت بنفس الكونتور اللي درت به خدمت به الحجبان هذا. من بعد باش نثبتوا كلشي غادي دابا نخدم به الحجبان الثاني. واحد الخوت عادي ما فوق ما كنخدم باللاده ديال الحجبان ديما كنحاول نمسحو ونبسطو مزيان باش يعطينا الليفي ديال الحجبان مزيان مفيني. الحجبان ديال الدنيا باطمه جايين شويه داخلين جهه النيف كتدخلهم شويه جهه النيف علاش حيت عينيها متباعدين فكتعطي كتدخل الحجبان جهه النيف شويه باش يعطي الليفي ديال العينين راه متقاربين شويه. اي واحد عينه متباعدين يدير هاد الخوض عادي مزيان. انا دابا ندخلهم تقريبا فين درت الكونتور ديال الانف هنايا تما غادي دخلتو الجهه الاخرى حتى هو من هنا. غادي نحاول نجيبو مخوت ما نجيبوش شوام يا خوت معليش واخا الا خطات ولا شي حاجه ماشي مشكل غير المكياج نقاو منتاج نصحو عاودوا بابا من الاول ماشي مشكل واخا كاع واخا ظهري غادي تفرع ماشي مشكل عاودوا من الاول ها اللي قلنا شتي. مازال دابا هذا غير هذه الطبقه اللي ولات الحجبان كنخدم الكريم من الاول عاد نفوق بودره باش كيجي الحجبان طروه الدو كيبان واقعي. هاد الخوت عاد زوينه خصوصا الناس اللي ما عندهمش الشعر حجبان مخاوي. واحد الحاجه كنلاحظ انا بزاف الناس كيبغيو يجيبوا الحجبان فوتوكوبي ما كيعجبونيش فوتوكوبي علاش لان الا لاحظتوا حجباننا في الواقع ولا وجهنا في الواقع هاد النص هذا الوجه ماشي بحال هاد النص هذا الوجه. الا جاكم هاد النص الشادو الفاغا بوبيغ ماشي بحال خو ماشي مشكل غادي يبان واقعي. الا جا فوتوكوبي تما فين غادي تقلب الايه تما فاش ما يبانش لينا واقعي يبان لينا فيه كلشي يبان لينا بلي راه ما كاينش فهمتوني اش بغيت نقول لكم. الحجبان الا ما جاش بحال خو ماشي مشكل لان النص ديالنا الوجه في الواقع ماشي بحال نسخو ولا فهمتوا شي حاجه الله يعين. ملي كتشوفوني كنضحك كنبرد على راسي راه من بنت لي الدنيا الباطمه لي حزانون. لاحظتوا بلي انا عيني مبطنه الناس اللي سولوني ديما على كيفاش نرسموا ايلاينر العيون مبطنه نوريكم دابا في هذا الفيديو هذا ان شاء الله. على عيني صافي بارك الله دابا غادي نتاكدوا بلي ما كاين خطوط لا والو تحت العين كلش جيت للجبهه تاكدوا بلي ملي ما كاين لا خطوط ونثبتوا كلشي ببودره بلوز باودر. انا خدو لوز باودر مارسي وبانسو من موضه براشز في الاول كيعجبني نثبت ببودره هو الاول باش ما يتعجش لينا الوجه باش ما يتكتلش بهذه الطريقه هذه. ومن بعد عاد نديرو بالبيوتي بلاندر بحال البيكين عاد نثبتو باش ما يتكتلش لينا في الوجه ويبان معجن. دابا نضغطو كلشي على البشره واخا غادي نكملو الفينيسيو ديال الوجه غادي ناخدو برونزر برونزر هذا من فيتي كوزماتيك اكس بي تي اس ونبرونزيو بها الوجه ونحدو كلشي ونزيدو نحدو كلشي عرفتي الا مليتو في هذا الفيديو هذا. ناري مفيهاش الدنيا ناري غادي نبكي ناري مفيهاش الدنيا ياك. ورجعنا درت العين والفم اوف كاميرا باش نربحو الوقت والصفار وبغيت نحاول ما امكن ان نقرب التضاريس ديال عينيا ولكن محال الفم كبرتو بزاف بلاتي ما هذا. دابا غادي نرجعو فيه خلينا ناخدو باليت ديال مورفي اكس جامب شارز وناخدو هاد لاكولوغ هذا وهذا وهذا تا هو باش نصايبو الحجبان والعين. مخرجش انا غير شي خلق اخرى هادي في العالم ماشي دنيا باطنة هادي شي خلق اخرى ما نعرف يمكن تا ندير لي لونتي وكلشي عاد يبان يمكن والله ما عرفت. هنا الايلاينر ما بغيتش نقربو بزاف لحقاش انا ديجا عيني مقاربين الا جيت تقربتو يبانو قراب بزاف اكثر من القياس ياك شنو بالكم. ما عاد دابا شنو نبداو بداو بالحجبان في خباركم. واخا درت جيمس شارج قبل وكان شداتني حيره كنشوف راسي ما كان بحالي كانت دماغي قلت لكم كيحير مازال ما ولفتش باقي دماغي كيحير الا لاحظتوني باقي حجباني كيتحلو ماشي مشكل ما تدوش عليهم في التصاور ما يبانوش غنحاول نصور نحطها في الانستغرام ما يبانوش في التصاور.
ها عاد ما قولوا لي من جيت كنشبه. ناخذ هاد لاكولو غادا في بانسو ديال مودا براشز بانسو بحال هكا. هاد الطريقه هادي اللي ندير دابا بايشادو تصلح تقريبا لجميع العيون، العيون المبطنه وتا العاديين، سيرتو العيون المبطنه. انا غادي نشوف فاس وغادي نحاول نطابينا اللون، ما نهودش لتحت، طابينا انسيز. ما قلت لكم باليت مورفي اكس جيم شارز من امريكان صوبايا، حتى نخلي لكم تحت اللانك هنا. بحال غادي نخلق جيفن جديد، نحاول نهود بحال هكا ونتبع وندخل في النيف باش نقرب عيني بحال دوني غير اللي بقى، وما نضغطش بزاف باش ما يجيش اللون مجهد. نفس اللون تحت العين، وغادي نجي حتى نص العين ونهود لتحت باش ندير مدمع جديد بحال هذا تقريبا. ناخذ بانسو للدمج وغادي ناخذ هاد لاكولو غادا وندمج اللون. كما تبغوا تدمجوا اللون وتدمج لكم دغيا دغيا، حاولوا انكم ما تضغطوش على البانسو، خليوه غير بالرؤوس ديالها بشويه وديروا حركه دائريه وغادي تدمج الراسو. كبركم ماشي اول مره غادي نديرو، غادي نخدم على عيني بحال هكا، ولكن فايت كنرسم على عيني ولفت بحال عرفت الخدع كيفاش نرسم وكيفاش. دابا غادي ناخذ لاكولور سبوكي الكحل ونحاولوا نسموكيو العين مزيان على برا، نحاولوا نسموكيوها. نسيت قبل ايلاينر، نديرو ايلاينر لا ناخذ كريم لاينر مع عند ديال ريمال، ونحاولوا ناخذ بانسو بحال هكا ديال ايلاينر. تقدروا ديروا حتى الايلاينر العادي، ولكن خصني انا بغيتو يجي سموكي بحال الدنيا بحال الدنيا. نتوما كيفاش ترسموا ايلاينر؟ تشوفوا فاس ياك، تشوفوا فاس وتهودوا في الاخر ديال العين، تهودوا تتبعوا الشيء اللي جي في النعسه ديال الجيف المتحرك اللي عندكم، ديال التبطين النعسه ديالها، تبعوه تبعوه هودوا لتحت، ما تهودوش حتى لتحت ديال، ما تفوتوش هاد ما تفوتوش المدمع، ما تهودوش حتى لتحت، تهودوا حتى المدمع وطلعوا الفوق بحال تفوتوا هاد التبطينه تفوتوها ونطلعوا الفوق هاك بحال هكا. لاحظتوا طق علاش؟ باش من بعد من نربطوا هذا وهذا ربطوهم، باش منين ربطوهم تمشي لنا تبطينا، من نشوفوا فاس يبان لينا الجبده هكا الفوق. كاينين بزاف الانواع، دابا ندمجوا قبل ما ينشف. ناخذ هادو نديرو في الجيف، نبرزو الجيف والكولور هو نيت، نديرو به الهايلايت النيف ناخذ بلاش من اناستازيا بيفرلي هيز، وناخذو بانسو موضة بحال هكا وندير هاد الجوج هادو. ناخذ غلوز من فيسيت ونحاولوا نديروا غير تحت باش الشنافه تهود لتحت، باش نعطيو اللي في ديال الشنافه راه هود لتحت. درت ترموس الاخرين اوف كاميرا، والعدسات من يومي بيوتيك سميتهم بيور جري، نخليهم تحت في الديسكريبشن. بحال هكا غادي يكونوا كملنا التحدي باش رجعنا في شي دنيا باطمه، وصدقنا ماشي دنيا باطمه، صدقنا شي وحده، وصدقنا في شي انسان وحده اخرى ما عرفتش شكون. قولوا لي من كنشبه لتحت المنخرج كنشبه، والله ما عرفتش ما عرفتش، ماشي دنيا ماشي دنيا فيهاش، ما تقولوش لي دنيا. عرفتي ظهري تفرع، عرفتي ظهري باقي لي شويه يدير الطب. ولا عجبكم الفيديو عافاكم ما تنساوش ديروا لايك وسبسكرايب الا كنتو جداد. نتمنى تكونوا استفدتوا شويه في الفيديو هذا، واخا ما خرجش ولكن نتمنى تكونوا استفدتوا شويه. بعد الفوم درت نفس باليت اللي درت للعين، لا كولور اللي درتهم عين نفس باليت، كناخذ لا كولور بانسو بحال هكا وكنطابي وكنرسم طق 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 كنرسم،
وكيما ديما ما تنساوش ان شاء الله وفروا راسكم ونتلاقاو ان شاء الله فيديو جاي. شكرا. Everybody fucking jump.